السلام عليكم ومرحبا بكم في البودكاست قادات. معكم أميمة، وكما الهدف هذه الحلقات قادات غنتعرفوا على مغربية متألقة غتعاود لنا المشوار ديالها، وغنحاولوا نفهموا كيفاش تنظمات باش تحقق أهدافها، شنو كانوا الخطوات اللي دارت والصعوبات اللي تخطات باش تكون تجربتها مصدر الأفكار جديدة لنا وإلهام قوي لتحقيق حتى احنا كل الطموحات ديالنا. قبل ما نخليكم تكتشفوا اللقاء ديال اليوم، بغيت نذكر الناس اللي كيسمعوا لينا خصوصا على أبل بودكاست أنهم يقدروا يخليوا تعليقاتهم على هذه المنصة، وإلا خلوا لنا آرائهم اون كومونتير وخمسة ديال ليزيتوال، هذا الشيء يقدر يعاون لو ريفيرونسمون ديال البودكاست وبالتالي يساعد في لا فيزيبيليتي ديالو. أما إلا كنتو كتسمعوا لينا في محطة واحدة أخرى، كنبقاو أيضا محتاجين الدعم ديالكم والسند ديالكم على وسائل التواصل الاجتماعي، محفز كبير للاستمرارية. أما دابا جاء الوقت تسمعوا الحوار مع القادة ديالنا. الضيفة ديال اليوم في قادات هي سارة ديوري. دونك سارة، انتي من بعد واحد التجارب متعدة في الخارج في دول مختلفة، قررتي انك ترجعي وتأسي حياتك في المغرب، وبالضبط المشوار المهني ديالك كان حول كيفاش يكون عندك واحد الأثر على الاقتصاد ديال البلاد. الاختيارات اللي درتي وغادي نهضروا عليها من بعد، كان السؤال المحوري فيها هو كيفاش يمكن لك تشاركي ويكون عندك واحد التأثير على المغرب. دونك كنتي مديرة الحاضنة ديال المقاولات الناشئة اللي عندهم واحد البعد اجتماعي اللي سميتها بداية، ومن بعد هاد التجربة اللي غتعاودينا عليها اليوم، انتي مسؤولة على الابتكار والبحث في المؤسسة ديال ليغيسيم. مرحبا بك مرة أخرى سارة، واش تقدري تقدمي لنا شوية بنفسك؟ دابا أنا حاولت نعطي واحد النبذة على التجربة ديالك، ولكن ما كرهتكش انتي تقدمي لنا راسك. شكرا بزاف أميمة. دونك اولا بغيت نشكرك على هذا البرنامج ديال القادات، وشكرا بهاد الفرصه اللي عطيتيني باش نقدم المشوار ديالي. وانا الهدف هو باش كل واحد يستافد باي حاجه يقدر يستافد منها لي زيكسبيريونس اللي قدرت ندير. دونك كما قلتي حنايا دابا تلاقينا في قنيطره، قنيطرة هي واحد المدينة اللي عزيزة عليا بزاف بيسكو الوالدين ديالي ساكنين هنايا. انا تزاديت في فرنسا ولكن كبرت هنايا في المغرب في مدينة قنيطرة، اي جو بونس كو المشوار ديالي فريمون بدا هنايا، حيت الحاجة اللي تعلمتها من لي بارون ديالي هي الخدمة سي هي شي حاجة مهمة بزاف. الا بغيتي توصل شي حاجة راه خصك تخدم، اي دونك هادشي بدا من لو بريمير والكوليج من الصغر هنايا جوسكا هاد لا بيريود في هاد العام ديال الكوفيد، واي حاجه زعما اللي الواحد باغي يوصل لها هي بالخدمه. دونك هضرتي على الحاضنه بدايه. انا في من دخلت المغرب انا كنت باغا نخدم في شي حاجه اللي عندها تاثير ايجابي على ماشي غير الاقتصاد، حتى على المجتمع واللي كيميز بداية بارابور حاضنات وحدين اخرين، هو هذا تأثير ايجابي ديال المشاريع اللي كتعاون. دونك كل مشروع اللي عاوناه في البداية خصو يكون عنده اون فادير جوج ولا ثلاثة حوايج، ابتكار دونك اون انوفاسيون، تأثير ايجابي على المجتمع ولا على البيئة لامباكت، و ان موديل ايكونوميك يعني نموذج اقتصادي باش يكون ان بروجي يكون فيابل ايكونوميكمون. دونك انا من تلاقيت ان فيت المسؤوله اللي كانت قبل مني في البدايه، قلت هذا المشروع كيجمع ما بين هذوك الاشياء اللي كتهمني بزاف، وبغيت زعما نعطي فيه لو ماكسيموم ديال ليفور. و فينالمون ان فيت انا من دخلت المغرب كنت كنفكر يمكن ندير غير تجربه ان اون دو نشوف واش غادي يعجبني المغرب، مي فينالمون من لقيت هذا المشروع اللي كان عنده بوكو دو سونس بو موا، بغيت نعطي فيه لو ماكسيموم. دونك دوزت 3 سنين وقدرنا افيك ليكيب اللي خدمت معاها نحولوا هذيك لا فيزيون، هذوك لي زوبجيكتيف اللي عندنا نحولهم، ناخذوا بعدا دي فينانسمون اللي غادي يعاونونا باش نديروا بواتان دي زوبجيكتيف،
اي باش نلقاو المشاريع اللي كيحترموا هاد لي تخوا كريتير اللي قلت لك. دونك بالنسبه لي هذوك 3 سنين اللي دوزت في البدايه وباش قدرت باش نلقى لي فينانسمون نلقى لي كيب اللي غادي تخدم نلقى لي بروجي اللي غادي يطبقوا هاد لي زوبجيكتيف اللي قلت لك. سي بالنسبه لي عطاتني غروند موتيفاسيون باش عاد نزيد زعما تعمق في المغرب وفي لي بروجي اللي نقدروا زعما نعاونوا بهم سواء الاقتصاد المغربي ولا المجتمع ولا بصفه عامه زعما لافيرونمون اللي كنعيشوا فيه. دونك بور مو بزاف ديال الناس سولوني علاش درت من بدايه الايريزان حيت هما سي دو ستركتور لي شويه بدايه سي جمعيه صغيره زعما سي با une structure l'impact de la كبير ولكن زعما سي لي با راتاشي مؤسسه صغيره alors que Irizen هي مؤسسه زعما مرتبطه بالوزاره ديال الطاقه والمعادن المينيستير دي دو لينيرجي دي مين دو لافيرونمون. دونك هي كانت اختاروها في 2011 جوستومون باش تعاون المغرب في تطبيق لا استراتيجي انرجيتيك ناسيونال دونك لا استراتيجيه ديال الوطنيه ديال الطاقه. وانا دابا اللي بغيت نشوف هاد لا ستركتور هو جوستومون كيفاش نقدروا نخدموا مع لو مينيستير افيك دي فون بوبليك une structure les amas qui est rattachée à une stratégie nationale de manière voilà تكثر على البيئه ولا المقاولات الناشئه ولكن à une échelle industrielle. C'est plus forcément les startups, c'est les industries. Donc هذه المهنه ديالك اليوم دونك قلتي لنا في ليريزن اللي هو لانستيتيو دو ريشيرش اللي عنده هاد المهمه هذه. بغيت نرجع معاك شويه في الوقت قبل فاش دونك كما قلتي انت كبرتي بحالي في هاد المدينه اللي سميتها قنيطره. بغيت نرجع معاك لهاد الذكريات وهاد الحقبه هذه من التاريخ ديالك. ديك الساعه كيفاش عشتي انت الطفوله ديالك؟ شنو كنتي كتشوفي راسك غديري فاش تكبري؟ Alors, nous comptons, on va dire que tout pour la dire, il faut connaître, il y a juste voyage les moments bizarres. Ah ouais, là, le travail d'Ali ou Tania, il a d'Ali. Ou là, plutôt le contraire, là, il a ou le travail, là, il a. Donc, on a trois sœurs, ou on a l'Ostania. Donc, on dit petit que bira, petit grand. وما غادي هادي هو بدا اول حاجه اللي ملي كنتفكر الطفوله ديالي هي هاد القضيه هادي. انا كنامن بهاد القضيه كو ان فونكسيون دو الواحد الا كان هو خوك الكبير ولا الصغير لا بلاص اللي عندك في هذيك ما بين خوتك كتاثر بزاف على الشخصيه ديالك وعلى زعما الطريقه اللي غادي زعما تولي تعامل مع الناس. وانا بحال دابا لو في دافوار اون تيت سور بحال تما كنت تعلمت لي ريسبونسابيلتي زعما بحال المسؤوليه ديبي كو ما تيت سور دونك صغر مني بخمس سنين. و جيري كو لي برومي سين دو ريسبونسابيلتي باش زعما تولي مسؤول على شي حاجه بعدا علاش واخا انا ماشي انا اللي كنت مسؤوله عليها هي هاد القضيه هادي باش تكون عندي اون تيت سور اللي غادي زعما نتعلم صافي دير كوا اتر responsable etc. توريها شي حوايج فوالا aussi باش تكون بحال ان موديل ولا زعما داكشي اللي كدير عنده ان امباكت في الناس واخا انديريكتومون واخا ماشي تقولي غادي نقلك شي حاجه ولا شي حاجه غير هي غادي تشوف هذوك التصرفات ديالك وغادي فورسيمون غادي تستافد منهم ولا هادشي كنتي واعيه به ملي كنتي صغيره كتقولي بلاتي الا تصرفت هكا ولا هكا اختي كيفاش غادي تشوفها بلوس دابا حيت من سولتيني زعما السؤال ديالك فكرت في هاد اون فادير شنو هما الحوايج اللي عشتهم في قنيطره في الطفوله ديالي اللي اثروا عليا اليوم. دوك منين كنت زعما في هادوك المراحل ديال الحياه فرصه ما كنفكرش في هاد القضيه ولكن كومون دي ا بوستيريوري تلاحظ اوكي en fait انا شو لاصور دو ميليو دونك aussi par le fait باش تكون عندي اختي كبيره انا راه بشحال من حوايج راه كن
كنشوفهم فيها كنتعلم منها. هي تبارك الله لي تري بيان اورغانيزي دونك ديما زعما تتعتني بحال ان موديل دونك سي اوسي بور سا بحال هذا البرنامج ديالك ديال القادات كي انا كيفكرني في هذا ليسبري دو سوروريتي لي فيك انا عندي خوتي بنات و كيعجبني زعما نسمع لي زيكسبيريونس ديال تل دي فام ماروكان كسوا مي فري سور او با كيعجبني ديما نتعلم منها دونك و نبارطاجي حتى انا با فورسيمون سي با فورسيمون شي حاجه مزيانه درتها مي اي حاجه درتيها راه الواحد غادي يستافد منها ولا كسوا اون ايغور ولا شي حاجه مزيانه دونك فوالا هذه اول حاجه في قنيطره هما خوتي والعائله ديالي والحاجه الثانيه هي القرايه ديالي دونك انا لاحظت بلا اشاك فوا كو بحال بايلا نجحت في شي حاجه ولا اللي متعلقه بالقرايه ولا بالخدمه الناس كانوا تيقولوا لي درتي الحفله درتي الحفله ديال الباك درتي الحفله ديال حنايا ما عمرنا ما احتفلنا اون فيت اون فوا كتنجح في شي حاجه راه هذاك النجاح هو لو ريزو هو الحفله فوالا سا اوسي سي حاجه ردت لها البال من بعد جو ماتون با اون ريكومبونس حيت نجحت بالعكس هذاك الخدمه ديالك راه كتعطيك واحد النجاح والنجاح راه هو هذيك لا ريكومبونس اي سا جو بونس ما بين الحوايج اللي مي كنكدا ما كنفكر في داكشي اللي تعلمت انايا من كبرت في قنيطره سي فوالا سي كونسنتري سور داكشي اللي مهم و نو با اتوندر زعما اون ريكومبونس ولا شي حاجه مي فريمون راه الريزلت ديال الخدمه ديالك هو داك النجاح هو اكبر مبادغ اكبر حفله وسولتك هذا السؤال لان عرفتك اختاريتي ديري اقسام تحضيريه وتوجهي في الاول لواحد المدارس ديال التجاره وبغيت نعرف فاش تقيتي فيهم شنو كان ديك الساعه البلان عندك في راسك كيفاش كنتي كتشوفي غادي تطوري المسيره المهنيه ديالك وكيفاش اختاريتي ولا نقيتي التجارب المهنيه الاولى اللي كانت عندك اللي واقيلا بعيده شويه على شنو كديري دابا ولا لا ربما تشرحي لينا هادشي اكثر وي هي دابا انا داكشي اللي كندير دابا شويه بعيد بارابور داكشي اللي كنت كان ماشي كنتصور ولكن داكشي اللي كان عندي اون فادير مكتوب لو باركور كلاسيك في الاول ان فيت تادي ما بين الحوايج اللي رديت لهم البال نديت كنفكر من بعد ا بوستيريوري كما قلتي حنايا في المغرب كنقدروا اكثر لي ماتيير سيانتيفيك لي فيليير سيانتيفيك اكثر من الادبي ولي ليتير ولي شوز كوم سا انا الحمد لله جو مون سورتي تري بيان كنت زعما كنقرا مزيان كسوا لي مات ولا داكشي ولكن سبونتانيمون درت لا فيليير سيانتيفيك درت سيونس مات زعما تلميذة مجدة واخا زعما كان كيعجبوني لي لونغ بزاف ليستوار جيو الاسبانيول الانجلي زعما هاد لو كوتي بلوس ادبي الكتابه لي شوز كوم سا كنت زعما كنجتهد فيهم جوج كسوا لي مات لا فيزيك ولا ولكن اختاريت لو باركور سيانتيفيك ومن بعد درت فوالا كيما قلت لك سيونس مات ودرت لي كونكور ديال لي كلاس بريبا لي زيكول دو كوميرس اون فوا كو بديت كنقرا ايفيكتيفمون في المدرسه ديال التجاره وقريت لا فينونس اونكور اون فوا حيت لا فينونس اللي هي اللي فيها الارقام و باغي جو سي با سي سي سبيسيال في المغرب ولكن فوالا لي ميتي تتقول اوا اما طبيب اولا انجينيور اولا فينونس اولا كنقدروهم كثر فوالا كيكونوا بحال عندهم اون فالور سوسيال ولا اون ريكونيسونس سوسيال دونك في المجتمع اكثر ومنين بديت نخدم في هاد لو جونغ دو شوز دونك خدمت انا اون فينونس اون اسيورونس كنت واحد البنكه في فرنسا واحد المنظر كان بان ليا وخلاني كنفكر بزاف كنت في لو مترو دونك في ا باري وبان ليا واحد لو جون واحد شاب لابس كوستار كرافات وباين عليه راه فجو مازال صغير وجالس حداه واحد السيد حتى هو اون كوستار كرافات ولكن شارف وشعرو بيض وبانت لي هذيك من بانت لي هذيك الصوره بحال تايم لابس كومون دي بحال الوقت بحال كتبان لي ان ايماج افون ابري دونك فوالا دير لا فينانس تبقى غادا في لو مترو اي دونك بديت كنفكر وقلت ماشي هادشي اللي بغيت انا يكون عندي في حياتي جو سو روندو كونت كو هذيك لا فوا اللي كنت انا بديت كنتعمق فيها راه
ما عمري ما اختاريتها افكتيمون، درتها غير حيت فوالا هادشي اللي خصو يدار وكنقرا مزيان دونك غادي ندير لا فينونس وغادي ندير لا بانك و دان كوت جي با كسي با بيان، جو مي دي الحمد لله هذيك القرايه نفعتني لو في دافوار فين فيليير ساينتيفيك تاعي كتنفع، ولكن جو بونس كو احسن حاجه هو الواحد يفكر في داكشي كي لو كي لو باسيون، داكشي اللي غادي هو غادي بغي يعطي فيه لو ماكسيموم دينيرجي ديالو، واخا واخا ما تكون شي حاجه تقدرها المجتمع بزاف، الى كانت عجبك ولا انت عجبك هذيك القضيه راه سا فا ايتغ الخدمه اللي تعطي فيها سا فا سوار و لامباكت غيكون كبير. دونك ابري هاد ليكسبيريونس في لا فينونس ا باري مشيت جو مي سوي صافي دابا انا قريت ديت لو ديبلوم داكشي بغيت ندير اون ليكسبيريونس اللي غادي تكون زعما ديالي ماشي شي حاجه ماشي حاجه كان ديجا مكتوبه. دونك انا دابيتود ما كنفكرش بزاف قبل ما ماشي بحال دابا جيم بيان نتبع لو ديستان ديالي اون فادير. دونك جو مي سوي دي غادي نسيفط لي سي في ديالي في بليزيور بيي و لو بيي اللي خداني راه غادي نمشي. كنتي باغا تمشي ديك الساعه تجربي دولة اخرى؟ فوالا قلت بون كنت عايشه في المغرب دابا عايشه في فرنسا، هذا هو لو مومون باش زعما ندير شي تجربه في شي بلد. دونك بديت كنصيفط لي سي في في المكسيك، في جافي بوستولي في لو بيرو، في الاسترالي، وجاوبوني ان ستاج ان استرالي. دونك مشيت لملبورن وكانت هذيك اون فا دير اول تجربه لي فريمون شي حاجه انا باغا نديرها في لو باركور ديالي. اي كانت هذيك دونك سيتي ان 2013 فين دوت باش مشيت نخدم في اوستراليا. في اوستراليا تلاقيت مع الناس تماك اون فا دير تماك ما كيعرفوش بزاف المغرب ولا دونك كانت جيتي با دون لا ريبريزونطاسيون، ماشي كانت انا هذيك البنت المغربيه اللي قرات في ليسي فرونسي وجات لفرنسا. سيتي سارا ديوري في أستراليا شلو غدي بريبا، ما عارفين شنو هي بريبا، ما عارفين شنو هي المغرب، ما عارفين قنيطرة بون نو با مي فوالا سيتي فريمون بحال الفرصة اللي تعطات ليا باش تخلقي راسك. فوالا اون فوا شي واحد كيسولك شكون نتي خصك ولا بدا تفكري باش تعرفي شكون نتي شنو بغيتي. اي دونك هاد التجربة دونك في أستراليا كانت اون فادير أول تجربة فين بديت تنحقق المشوار ديالي اون طونك بيرسون ماشي اون طونك فوالا عضو في المجتمع. وشنو درتي بالضبط في استراليا ديك الساعه؟ قلت لنا كنت خدامه في اون كومباني داسورونس دونك اون فوا دير سي بدلت البلاد ولكن بقيت في لو دومين بور غاردي اون فوا دير اون سيغتان سيكوريتي. دونك كنت في فوالا في شركه ديال لي زاسورونس، ومنين ساليت لو ستاج ديالي بديت كنسافر في لا ريجون. دونك pareil sans trop d'organisation لقيت دي بيي غادي كنت داك الساعه كان كاوتش سيرفينغ كنت تقدر تمشي عند الناس اللي ساكنين في هذاك البلاد. دونك مشيت لو جابون لو كامبودج وكنسافر غير بحال الباك باكر يعني با افيك ان غران بودجي كنمشي لي زوبرج دو جونيس وداكشي. وتلاقيت بزاف الناس اللي عاودوا لي المشاريع ديالهم عاودوا لي الخدمه ديالهم كل واحد زعما بحال داكشي اللي بون انا زعما الحمد لله على داكشي اللي تعلمت هنا في المغرب واللي تعلمت في فرنسا، ولكن بحال حليت عيني على واحد العالم اخر. اون بارتيكولي مي كنت في لو كامبودج تلاقيت واحد السيده دايره واحد المشروع ديال السوشيال بيزنس. هذه اول مره سمعت هذه الكلمه حياتي شي حاجه اللي تقدر تلاقي ما بين le business. Donc chaque fois j'ai plus en même temps le Cambodge pas mal de on va dire de tragédies historiques il y a pas très longtemps les années 90 où il y a des soins de mouchoir les cas j'ai fait les jeunes filles les enfants les orphelins où qu'est-ce qu'ils ont l'anglaisia ou le rasme juste ouais j'ai dit voilà c'est les cas t'as المتلوم او ميم طون هما كي اون فوا كيتعلموا يرسموا كيديروا لي زافيش بوغ الافلام لي زافيش بوغ دي كارت بوستال وكيبيعوهم في لي مارشي كيبيعوهم لي توريست كيبيعوهم لي شي حاجه ديال الاشهار بحال باين افيش ديال الاشهار. دونك هذاك الفلوس اللي كتجمع مين كتبيع لي ديسان ديالهم هما اللي كيمولوا المدرسه ديالها
وهما اللي كيستافدوا بها لي هذوك التلاميذ ديالها اللي اوترومون ما يقدروش يتعلموا اولا لونغلوج حاجه دونك بحال لا كريان سيركل فيرتو ومنين شفت بحال هاد الانواع من المشاريع قلت مع راسي علاش نمشي نخدم في شي حاجه اللي ما عندها حتى معنى alors que il y a un vrai besoin et ديك ساعات بون ديس كنفكر في المغرب وكنقول بلا حتى حنا راه محتاجين لهاد النوع من المشاريع و quelques années après عاد باش رجعت المغرب وبديت كنخدم في finalement بداية هاد السجل ديال social business دونك غنرجعوا لهاد القضية قبل ما ترجع للمغرب كانت عندك واحد التجربة حتى هي في البنك العالمي عاودينا كيفاش لانه في اين الدولة دازت كيفاش ديك ساعة اختاريتي انك توجهي ليها وشنو ربما شنو استفدتي من هاد التجربة شنو هو الحاجة اللي خرجتي بها مورا التجربة ديالي في استراليا وفي في اسيا بديت كنفكر دونك شنو غادي ندير اللي عنده تاثير ايجابي على المجتمع ولا ديك ساعات اوني في قبل ما نرجع للمغرب بديت كنشوف تعلمت بالله كاين واحد لو كونسيبت ديال لي بانك دو ديفلوبمون يعني بحال البنك الدولي هو واحد من هاد لي بانك دو ديفلوبمون مي دونك قلبت في انترنيت شفت بالله كاينين بزاف ديال لي ستركتور اللي عندهم الهدف ديالهم ماشي غير لا اون فادير لو بروفي يعني باش يديروا الربح ولكن عندهم aussi des objectifs de développement durable les SDGs ديال زعما التنميه المستدامه حتى هي من الاهداف ديالهم دونك كاينه بحال دابا لا بنك اوروبيان ديفلوبمون لا اف دي لاجونس فرانسيز ديفلوبمون بحال هاد المؤسسات اللي كي عاونوا هاد كيمولوا هاد المشاريع دونك بديت نقلب شفت بلا كاين لا بنك دو ديفلوبمون في واشنطن انا ديك الساعات كان خاصني نسالي القرايه ديالي لي شانج لو سيمستر دي شانج دونك اختاريت باش نمشي لواشنطن حيت تماك اللي كاين بزاف ديال لي اون فادير الانواع من المؤسسات وبديت كان من نهار اللي حطيت رجلي في واشنطن تنقول لهم انا بغيت نخدم في البنك الدولي اي هذه واحد النصيحه كنعطيها لي واحد لامي قال لي الا بغيتي تحقق شي حلم ديالك ولا شي هدف ديالك احسن حاجه هي تبدا تقوليها لكل شيء اللي تلاقيتي شي واحد في الزنقه قوليها ما تعرف شي واحد عنده ممكن شي نصيحه باش يقربك من هذاك الهدف ديالك وانا بهذا بهذه الملاحظه هذه من تعرف الاول قلت لا سي بيزار حيت حنايا في المغرب بالعكس تنقولوا الا قلتي شي حاجه قبل ما توقع راه غادي شي سي با سوا غادي عينوك سوا ما غاديش يكتب لك سوا زعما بزاف الحوايج يقدروا يوقعوا زعما ما نفو با تبدا تهضر على شي حاجه قبل ما تولي في ارض الواقع اي ان فيت بالعكس انا شتخوف هاد النصيحه اللي عطاني هي اللي عاونتني بزاف باسكو من النهار الاول اللي بديت دونك قرايتي في الولايات المتحده تنقولوا انا بغيت نمشي لا بنك مونديال دونك اي واحد اللي كيعرف شي واحد ولا كيعرف شي واحد كيعرف شي واحد كيقول لي يشيرش كلكان في هاد ليكيب هادو يبغوا ريكروتي راه عندهم واحد ليفينمون ديك الساعات كانوا مازال لي زيفينمون مازال ماشي بحال الكوفيد دونك كل واحد ملي كيسمع ان اوبورتونيتي كي وصلها لي جي كون صيفط شي 50 سي في ولا اكثر اي فينالمون كتب واحد اون ايكيب ان بروجي كانوا كيقلبوا على شي حد عنده البروفيل ديالي اي قدرت نبدا نخدم في البنك الدولي قبل كاع ما ندي لو ديبلوم ديالي دونك بديت معاهم في لو ستاج دو فان ديتود ومن بعد جيت ريكروتي دونك بقيت 3 سنين في البنك الدولي وكانت هذه تجربه فان بيان سور تعلمت بزاف الحوايج حيت الناس اللي كيخدموا تما تبارك الله عندهم اون بون اكسبيريونس و حتى هما هذيك لا فيزيون الرؤيه اللي تتكون عندهم ديال العالم كتكون حتى هي مختلفه دونك انا كيعجبني نتلاقى مع الناس مختلفين بزاف باش انا عاوتاني نتعلم منهم اي دونك فوالا هادشي كيفاش وصلت للبنك الدولي وكان عندي انا ديما هذيك الفكره البروجي اللي كنت لاقيت في الكومبوش تنقول شي نهار خصني دونك بقات عندي هذيك الفكره مي زدت عليها لي انفورماسيون اللي هما اللي تعلمتهم في الولايات المتحده اللي هما اسونسيلمون لي ستاجيني هما معروفين بلو بيزنس لو كوتي بيزنس لو فينانسمون تعلمت بلا كاينين دي زورغانيزم اللي هما
عندهم كيمولوا هذه الانواع من المشاريع. دونك اون فوا خدمت في لا بنك مونديال فهمت بالله كاينين دي بيدجي خص الواحد غير يقاد لو بروجي ديالو يفسر مزيان شنو هو داك التاثير اللي غادي يكون عنده يدخل في لي كريتير ديالهم pour le financer. Effectivement, mais quand ni quand je suis allée à Washington, تلاقيت مع واحد صديقة ديالي اللي ولات من بعد صديقة ديالي. هي originaire من افريقيا du Sud, donc افريقيا الجنوبية. وقررنا نديرو واحد المشروع انا وياها في le pays ديالها حيت هي كانت عارفة بزاف افريقيا du Sud les besoins تاعهم. Parce que là, un pays, il est fait pas mal, un héritage, on va dire, je suis assez hib. Ou bien un projet Anaouyaha pour la formation des les femmes de l'agriculture. Filaha. Donc, avec le projet, ça fait fait, bien sûr, Ninchit, l'Afrique, Janoubia, redemna le projet. بحال هكا المغرب دونك بيان سور عطيت فيه تو لي زيفور لي خصهم يداروا ولكن بحال دو بلوس اون بلوس هذيك لا فوا اللي تدخل لي راه هادشي بداي بالمغرب بدات كنسمعها دو بلوس اون بلوس ودخلت المغرب دونك ان 2017 شحال بقيتي في افريقيا الجنوبيه تقريبا اون فيت ما عمري ما استقريت تماك ولكن هذوك 3 سنين اللي كنت في الولايات المتحده كنت كنمشي وكنجي سورتو 2015-2016 مشيت بزاف لأفريقيا وتساب هذاك الوقت هو فين المغرب أو تاني رجع لليونيو أفريكان دونك كانت هذيك وكان أوسي في هذيك اللحظة كانت 2016 لكوب 22 اللي كانت غادي تنظم في مراكش والمغرب ولا زعما كيعطي أهمية أكثر الاصول ديالنا الافريقيه دونك بحال انا هذيك اللحظه بانت لي بحال انا لينيومون كنقول المغرب راه باغي زعما يفتح على افريقيا هاد المشاكل ديال زعما لو ديفلوبمون دورابل ولا امباكت راه ولاو مهمين حتى في المغرب ماشي زعما شي حاجه كانوا لي استراتيجي ناسيونال استراتيجي رويال اكسيتيرا دونك هذيك اللحظه بانت لي احسن لحظه باش نرجع للمغرب في اخر 2016 دونك في هذه اللحظه تقريبا 2015 2016 غتقرري انك ترجعي للمغرب واش كان عندك شي مخطط في راسك كيفاش قررتي تدخلي وكيفاش شنو بديتي كديري النهار اللي رجعتي او النهار رجعتي للمغرب الوغ الجواب هو لا ما كان عندي حتى تفكره غير دونك في اخر 2016 من كانت لا كوب 22 تتنظم هنايا في المغرب اون ميم طون كيما قلت لك انا كنت في هذاك المشروع في جنوب افريقيا وبديت كنقول مع راسي علاش لا نجرب المغرب دونك تا هو بحال تجربه بحال التجربه اللي درت في استراليا التجربه درتها في الولايات المتحده قلت علاش لا حتى المغرب نقدر نجرب فيه شي مشروع الى نجح راه غادي نبقى الى ما نجحش راه كما كنقولوا اون اي با دي زاربغ زعما ما اون فوا كو الواحد اللي بغى يمشي لشي بلاصه راه كيقلب على شي مشروع وكيمشي دونك انا ما كانش عندي شي حاجه مخططه بالضبط ولكن كما قلت لك تنبغي نتلاقى بالناس بديت كنهضر دونك انا في الولايات المتحده وكنهضر على الناس كنقولوا انا كنفكر نرجع للبلاد ديالي كنفكر نرجع للمغرب وسبحان الله تلاقيت مع واحد البنت حتى هي مغربيه قالت لي انا الوالد ديالي راه خدام في المغرب عنده ان كابيني دو كونساي عنده شركه ديالو وكيخدم مع فهادشي ديال الطاقه وديال لي انرجي رينوفلابل دونك الا بغيتي من تمشي للمغرب تهضري معاه وتقدري يمكن تخدمي معاه في شي مشروع دونك منين دخلت المغرب تلاقيت مع هاد الاب ديال الصديقه ديالي و زعما لا في بيان فيو كانت زعما فهمت النوع من المشاريع اللي كيعجبوني وهو كان كيخدم مع لا بانك اوروبيان ديفلوبمون خدمنا في لا جيستيون دي ديشي دونك الامباكت ديال لي ديشي هنايا في المغرب دونك بديت كنخدم معاه هنايا في اون فيت الدار البيضاء انا في الاول كنت كنقلب اكثر في الرباط حيت بغيت نقرب زعما القنيطره ولكن finalement كانوا les opportunités كتر في الدار البيضاء دونك بديت كنخدم معاه و
وكنشوف لي زيفينمون فيسبوك اللي غادي اللي غادي يهضروا على دوك المواضيع اللي كي انا كنهتم بهم. دونك كنت كنشوف لي زيفينمون سور لينوفاسيون دونك ابتكار لي زيفينمون اللي متعلقين بلو ديفلوبمون في افريقيا. دونك كل مره كنشوف شي ايفينمون كنمشي له لي فوروم كنتلاقى بالناس بحال لو نيتوركينغ اون فيت كنتلاقى بالناس وكنهضر لهم على داكشي اللي انا كنهتم به واللي ما هذاك الاحلام ديالي وداكشي. وتوجور هذيك النصيحه اللي قلت لك في الاول ديال اللي بغى يدير شي حاجه خصو يهضر باش تولي شي حاجه واقعيه. يعني فوا كتو فيرباليز كتدير شي كلمات على هذاك الحلم راه كي ديجا راه كيبدا يتحول شويه للحقيقه الحقيقه. اي دونك مشيت لواحد ليفينمون سميتو اب افريكا اب افريكا. كنت مشيت لواحد جوستمون كان متعلق بالابتكار بافريقيا بلي ستارت اب. دونك ديك الساعات ما كنت ما عمري ما سمعت بالبدايه وبدايه دونك الانكوباتور اللي من بعد خدمت فيه كان عندهم ان ستاند في هذا الفورم. دونك كنت كندور على لي ستاند ومن تلاقيت بهم هدرت مع دوك المسؤوله اللي كانت قبل مني ونهار اللي كانت غادي تمشي وكتقلب على كدير لو ريكروتمون كنت هكا باش ان فيت تعرفت عليها. دونك نو من دخلت المغرب ما كانش عندي شي برنامج ولا شي ما كنتش كاع عارفه واش غادي نبقى عام ولا عامين ولا جوسكا مانو ما مازال ما عارف. ولكن كنت عارفه شنو هما المواضيع واللي انا باغا نخدم فيهم شنو هما. كنت عارفه راسي راه باغا هذاكشي اللي تعلمته في التجربات ديالي داكشي اللي طبقت في جنوب افريقيا اي حاجه تعلمتها كنت باغا نكمل في هذا المشوار هذا. دونك الحمد لله تلاقيت بالناس وفي غامز. دونك انا دابا اختصرت لك شويه ولكن تلاقيت بزاف الناس شي وحدين عاونوني في المشروع ديالي شي وحدين بحال انا اللي عاونتهم في زعما كثر ما كتلاقى الناس كثر ما كتمشي لي زيفينمون لي رونكونتر وكتهضر على هذوك لي زوبجيكتيف ديالك كثر. انا هادشي اللي في المشوار ديالي جديريك هذا هو لو سيستيم ديالي حيت كنلاحظ بالله ملي كندير واحد البرنامج ما عمره هو اللي كيصدق. دونك دابا انا قررت ما نبقاش ندير البرامج ولكن كان في 2020 فوالا شفت في 2020. دونك انا كان الناس اللي كيعرفوا يطبقوا مزيان لو بلان. انا le style on va dire d'Ali c'est plus hein, spontané un peu pragmatique on va dire القائية. Ou donc التحقتي بداية اللي كما قلنا حاضنة اللي غادي تواكب واحد العدد كبير من المقاولات الناشئة اللي عندها واحد الصدى واحد تأثير على المجتمع تحولت من واحد الجمعية صغيرة لمؤسسة مهيكلة دوزتي فيها تقريبا 3 سنين. فهاد 3 سنين هي أيضا واحد السنوات اللي غنبداو نهضرو فيها في المغرب على الستارت اب اللي غنبداو نهضرو فيها على هذا الإيكوسيستم هذا. كيفاش عشتي هاد التجربة وانت تقريبا وسط هاد هيكلات هاد الميدان هذا في المغرب؟ كما قلت لك انا كيعجبني نخدم في شي حاجه كي مو باسيون دونك انا مهتمه بها بزاف. دونك واخا كانت ليكسبيريونس شويه صعيبه حيت كما قلتي هاد الشيء ديال لي ستارت اب كنهضروا عليه بزاف ولكن ليكوسيستيم في المغرب مازال ما متنظم بطريقه زعما bien structuré pour les entrepreneurs. Donc elle dit mais elle a le bidaya ديال هاد l'écosystème كله. Donc c'était chouette صعيب مي كتشوف un porteur de projet باغي يدير يستثمر في هذاك المشروع ديالو ويبتكر داكشي ولكن l'accès au marché donc الولوج للاسواق شويه صعيب parce que les gens vont pas vouloir prendre بزاف ديال les risques زعما خص ان شانجمون دي مونتاليتي بصفه عامه خص aussi des بحال des obstacles réglementaires يعني القانون خصو يعاون المقاولات الصغرى باش يعطيهم واحد اون فادير دي مساعدات ماشي غير المساعدات ولكن ان فيسكاليتي كي سوا سبيسيفيك يعني هذوك الضريبات اللي غادي يخلصوا ما تكونش لا ميم ك شي شركه كبيره واش دونك هو اون فادير واحد فهاد 3 سنين كانت شي حاجه مهمه زعما اللي دارت في المغرب بيسكو ولينا كنهضروا على هاد المواضيع اكثر
ou le mukhawilin li ghamro, parce que finalement c'est vraiment mughamara باش تقول اوكي انا غادي نخرج من هاد الخدمه باش نبدا المشروع ديالي, يقدر ينجح يقدر ما ينجحش. دونك انا مي كنشوف المقاولين شحال كيجتهدوا في هذاك المشاريع ديالهم ولو ريسك, دونك شحال كيغامروا في المشاريع, شي حاجه عاونتني باش نكمل في الخدمه ديال البدايه, حيت كنقول اوكي هادو خصني نشوف منين نقدر نشوف نجيب الاموال من المغرب ولا من الخارج من شركات بريفي ولا لي بايور بوبليك. دونك كانت عندي اون غراند موتيفاسيون اللي خلاتني نخدم في هذا الميدان في هاد 3 سنوات. ولكن ليكوسيستيم اليوم هو كيتبدل, كي زعما كشفنا شي برامج بحال دابا في دوزيام شكون باغي يستثمر في مشروعي, شفنا دي بروغرام ديال لي زونتربريز بريفي ولا كيخدموا مع المقاولات الصغرى والناشئه, شفنا البرامج ديال الدوله اوسي. دونك هادشي كله بو مو ديجا بحال واحد الهدف وصلنا له باش يولي هذا الموضوع كنعترفوا به وكان خصو له الوقت والاموال, راه سافي دير كو اعترفنا بالامبورطونس الاهميه لان حنايا في المغرب باش اون فيت فينالمون سي المقاولات شنو راه غادي هما اللي غادي يخلقوا لامبلوا فرص الشغل, فوالا فرص الشغل واللي غادي يخلقوا سي دي لا فالور اجوتي ايكونوميك. دونك غادي يعاونوا المغاربه باش زعما يحسنوا لو نيفو دو في ديالهم, يحسنوا لي ريفون ديالهم, يلقاو دي اوبورتونيتي ديال الخدمه. دونك هادشي كله زعما مهم بزاف pour المجتمع, ماشي غير الشباب, حيت بزاف ديال المرات كنخلطوا ما بين ستارت اب والشباب. الستارت اب ماشي ولا بدا يكون شي واحد شاب, كل شي واحد عنده تجربه وان اكسبيريونس يكون ديجا خدم ويبغي يبدا واحد المشروع جديد ويبتكر. دونك بيان سور جينيرالمون الشباب هما اللي كياخذوا بلوس دو ريسك, اللي غادي يغامروا اكثر. ولكن الى رجعنا المغرب ارض ديال لونتربرونيا ديال المقاوله, راه حتى واحد اللي عنده اون سيرتين اكسبيريونس يقدر يخرج من خدمته ويقول فوالا عندي لو كادر, عندي لي لي الضمانات او لي 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 سوتيان الدعم اللي غادي يعاونني باش واخا نغامر في هذا المشروع, راه عندي شي حوايج اللي غادي يعاونوني باش نمشي بعيد في هذا المشروع ديالي. وقبيله فاش كنا كنهضروا على البدايه ديما كنهضروا عليها كحدينا بالضبط المشاريع اللي قلنا اجتماعيه اللي عندها واحد الامباكت كما قلتي. الا قدرتي تعرفي لنا كيفاش جوستمون هذا السوشيال بيزنس كيفاش نقدروا نلقاو خط الوصل, نلقاو حلقه وصل ما بين الهدف ديال الربح ولا لا رونتابيليتي والقيمه المضافه المجتمعيه, اللي حيت كيبان لينا بحال هاد جوج حوايج متناقضين. اون فيت الجواب سهل, باسكو الا كان هذاك المشروع كي كيعطي شي اون سوليوشن حل المشكل الاجتماعي, راه غادي يفا كري دو لا فالور وغادي يكون شي حد اللي غادي يبغي يخلص على هاد لا فالور اجوتي. دونك لي بروجي ديال دو سوشيال بيزنس عندهم ان موديل, دونك نموذج اقتصادي كي ان بو اوريجينال, يقدر هذاك لا بيرسون اللي كتستافد من لو سيرفيس ماشي هي اللي كتخلص. دونك بحال دابا يكون تسميها بلونغلي بيزنس تو غوفرمنت, دونك شي حل اللي غادي تباع لون كومون ولا شي مدينه هي اللي غادي تخلص على هذاك الحل ديال هذيك الشركه. دونك هذه ان سوليوشن. الحل الاخر هو باش ما يكونش لو بروفي هو لوبجيكتيف برينسيبال, يعني ما يكونش هذاك عاد بزاف ديال الشركات كي غادي يقولوا اوكي كيفاش غادي ندير باش ناخذ اكثر واكثر واكثر من الربح من هذا لو بروجي. اون انتربريز سوسيال بلاكس elle va créer de la valeur, ولكن s'assurer que
les salariés مخلصين un bon niveau. On va recruter بحال دابا الناس qui sont éloignés de l'emploi, donc نعاونوهم via هذاك المشروع باش يلقاو فرصه عمل. وكاين مشاريع بحال واحد واحد ليكزامبل اللي كيعجبني بزاف هو واحد المطعم سميتو مطعم امل في مراكش. هو مطعم دونك كي كيبيعوا الماكله والناس كيخلصوا بالماكله, ولكن كاسوسي في هذاك في المطعم كيديروا لا فورماسيون وكيخدموا نساء اللي عندهم شي وضعية صعبة في عائلتهم ولا زعما في لي كونديسيون ديالهم. دونك كل شيء رابح, وين وين على فوا لي كليون كي يبروفيت زعما كيكون عندك الماكلة مزيانة اكسيتيرا, لو ريستوران با كيتخلص, و لي فام كيربحوا اون فورماسيون كيربحوا خدمة وكيربحوا تجربة اللي من بعد كتعاونهم سورتو. حيت كيما قلت هذا المشروع هذا في مراكش كان بزاف ديال لي ريستوران لي زوتيل اللي كيخدموا الناس اللي عندهم تجربه في لا ريستوراسيون. دونك هذا زعما ان اكزامبل بسيط جدا باش اللي كيوري بلا داكشي ماشي ما كاينش تناقض ولا بد ما بين لو بروفي و الامباكت. ومن بعد دونك هضرتي لنا على هذا النموذج هذا وقلت لنا كاين تحديات كبيره بينها اللي كتعلق بالجانب القانوني الجانب المادي. شنو في نظرك بعد التجربه التحديات الكبيره اللي باقين كيتلقاوها اليوم المقاولين في العالم الاجتماعي؟ دونك غنخليك ساره تجاوبي على هذا السؤال. بغيت غير نحدد اننا بدلنا البلاصه حيت كنا برا وسبات الشتاء اونطرتون, دونك الناس الا سمعوا شويه ديال التغير في الصوت راه tout est sous contrôle. Oui. Alors, d'abord, ma prêche, ça se bat l'inage ça, donc, on peut répondre donc la soual, l'iwaha, ou la, on va dire, le machakil, ou les difficultés, les les mais qui brèvent des roches, alors, bzef de nez, radi, j'ai oubouk, le mouchkil, ou t'emouil. مي انا تنظن بلا بهاد لي سوليوشن لي ولاو ما بينهم لا سي سي جي لا كاسون دو لا غارونتي لي فينانسمون بحال برنامج انطلاقه كيعاونوا المقاولين باش يلقاو التمويل. مي كيجيني انا المشاكل اللي هما اكبر زعما من التمويل هما لي بروبليم دو مونتاليتي اللي ما كيكونوش باينين. بحال دابا كيما قلت شي مشروع جديد ولا شي شركه جديده غادي تلقى في لي بروسيدور داشا ديال لي ديفيرونت انتربريز ما يقدروش هما اي فون ريبوندر هذاك لابيل دور. سادير كو بحال لي كريتير ديال لي زاشا تيكونوا شويه يزيليمين دوفيس الشركات جديدة وناشئة. دونك هادي هو المشكل ديال الولوج الى الاسواق. كاينه واحد لا بلاتفورم جوستمون سميتها ولوج اللي كتبغي تعاون المقاولين باش يقدروا يبيعوا لي برودوي ديالهم, ولكن هذا كيبقى مشكل كبير هو ديال لا بريز دو ريس. زعما اسكو لي كونسوماتور يبغيو يجربوا منتوج جديد واش غادي يبغيو يجربوا منتوج مغربي, حيت ما بين المقاولين اللي كنا كنعاونوهم بزاف بدايه هما اللي كيديروا بحال ميراتي اللي كيديروا مشاريع متعلقه بالارتيزانا ماروكان. مي جو بونس كو هادشي كله ولا كيتبدلوا سي, حيت هذا العام كان عندنا واحد برنامج اللي كيعاون لو ميد ان موروكو كومون سبونسوريزي سوتنير لو ميد ان موروكو. مي هادشي كله خصو شي فوالا الوقت, حيت خص العقليه ديال لي كونسوماتور ديال المغاربه تبدل باش يبداو يفتخروا بالمنتوجات المغربيه, يبغيو يستهلكوا منتوجات مغربيه ويستثمروا في مشاريع ديال المغاربه. هادشي كله كياخذ شويه الوقت, ولكن راه حنايا غاديين في هذا الخط. وهذا العام هذا ديال 2020 راه بحال ساكري سوليداريتي ناسيونال, بحال تضامن فوالا, شجع المغاربه باش يتضامنوا ما بيناتهم باش يعاونوا المقاولات الصغار, حيت فينالمون لاحظنا بلا ليشيل لوكال دونك داكشي اللي قرب لنا هو اللي كيعاون المجتمع باش يبقى زعما قابط, والاقتصاد باش يبقى
توا قابض وما بين المشاكل الاخرى اللي كي زعما اللي تيقاو المقاولين هو لا كونستيتيوشن دون ايكيب. بزاف ديال لي بروجي ما كينجحوش حيت لي اسوسي ما كيتفاهموش ما بيناتهم. وانا النصيحه اللي كنعطي بزاف هو باش واخا تكون غادي دير مشروع مع خوك ولا اختك ولا والديك خص ديما يكونوا لي ان كونطرا امباكت ما بين لي اسوسي, حيت الا ما كانش من الاول لا ريبارتيسيون زعما كلير واضحه ما بين لي اسوسي ولا بد غادي مشاكل ولا بد غادي اون فوا غادي بدا تدخلوا للمنتوجات ديال المشروع اي او دي بروبليم. دونك سي امبورطون ما بين لي اسوسي يتفقوا من الاول دو مانيير فورميل, ماشي عيب الواحد يكتب داكشي باش يعرفوا شكون اللي كيشارك في المشروع اكل بورسونتاج كاسون لي دووا دو كل واحد. دونك هادي هي سي نتايا مع الوقت راه سافا ديفلوبي, مي يفو ترافاي اون ايكيب اي فو كو لي اسوسي يقدروا كل واحد يجيب ليكسبيرتيز ديالو. بزاف ديال بحال دابا المشاريع اللي كانوا كيجيونا تيكون اون ايكيب سوا كلها بلي انجينيور سوا كلها بلي كوميرسيو, باغ كو باش المشروع ينجح راه خصو يكون دي اسوسي كل واحد عنده التجربه ديالو اي فو ميو دونك بروند دي بروفيل اللي مختلفين باش يقدروا يعطيو في هذاك لو بروجي لو ماكسيموم ديال لي كومبيتونس يتكاملوا وتكون كل وحده والخبره ديالو شنو غتجيب لهذا المشروع. هضرتي على بزاف ديال مثلا الشركات, قبل هضرنا على امل, دابا هضرنا على ميراتي اللي كيديروا حقائب بالجلد وكيحاولوا يعطيو واحد الصوره الارتيزانة التقليدية. هضرنا ايضا على ولوج اللي هي دونك منصة في الناس يقدروا يقيدوا المشاريع ديالهم ويحاولوا يبيعوها ويحاولوا يفون ابل التمويل الجماعي, واخا حنا على هاد القضيه الكراود فاندين باقي كنتسناو ربما مشروع قانون انه يدوز. في المغرب كاين مشروع ديال القانون ولكن مازال ما كيتطبق, لي با انكور فوتي. اللي كدير الابتكار ان فيت ديال هاد البلاتفورم مولوج هو كدير لا بريفونت, سي با دو كراود فاندينغ ولكن تقدر تبيع المنتوج ديالك قبل ما يكون منتوج ان فيت, حلا كتحاول تلقى لي فينانسمون عاد دير لو برودوي ديالك. اي دونك هادي سي ان الترناتيف اللي لقاوها, دونك سي حدنا وحده اخرى سميتها ام سايز مع مجموعة من المؤسسات اللي عاونوهم باش يديروا هاد لا بلاتفورم باش نلقاو حل لهاد لا سوليوشن ديال المشكل ديال التمويل. و فوالا هاد الولوج الاسواق هو فريمون اون ديفيكولتي. وكاين اوسي لي ديلي دو بايمون في المغرب, سي هادي ماشي سي با اون ريغل ولكن في الواقع هادشي اللي كيوقع, بلو لا ستركتور اي بيتيت هي الاخرى اللي غادي تخلص, حيت ما عندهاش لا كاباسيتي باش دير لو ريكوفرمون, يعني باش تمشي تطلب هذاك لي فاكتور كي نون با ايتي بي. اي لو بروبليم دو تريزوري كيقدر يقتل اون انتربريز سورتو بور المقاولات الصغرى, الا ما عندهمش لا تريزوري ما يقدروش يخلصوا لي سالاري ما يقدروش يخدموا زعما اي نون با فوالا اون تريزوري اللي تقدر تخليهم واخا الا تطلع لهم لي في الخلاص لي كليون راه غادي عندهم 6 mois d'autonomie 6 شهور لا عام. اي هاد المشكل هذا ديال لي ديلي بايمون اللي عندنا في المغرب كيصعب على المقاولين المشاريع ديالهم, حيت خصهم سوا يكون عندهم ان ستوك دو تريزوري اللي غادي يخليهم يعيشوا غادي 6 شهور ولا 8 شهور ويقدروا يتسناو قتاش غادي يخلصوهم لي كليون, سواء يفو فير دي افونس يفو خص المقاولين يفكروا بزاف في هاد القضيه هادي, حيت كتقدر واخا يكون النموذج الاقتصادي مزيان ولا فالور اجوتي كاينه ولا كليونتيل كاينه, الا تعطلوا في الخلاص وفي هذيك لا بيريود ما عندكش كيفاش غادي تمول تخلي المشروع ديالك خدام, سا بو اتر فاتال, يعني يقدر المشروع ما يعيش. ودونك قلت لنا اليوم اختاريتي انك توجهي لواحد المؤسسه واحده اخرى اللي سميتها ليغيسان.
بالنسبه لك كاين واحد الاستمراريه في البحث على هاد الاثار وكيفاش تساعدي المجتمع انه يتطور، وعندك واحد الدور اللي باقي حول الابتكار وحول البحث لا ريغيرش ديفلوبمون. واخا تشرحي لنا شويه بالضبط شنو كديري اليوم؟ وي هي بصح ما بين بدايه وايغيزان راه كاين واحد لا كونتينيتي اللي هي في الابتكار لينوفاسيون لامباكت، حيت المشاريع كلها اللي كنعاونوا دابا في ايغيزان هي متعلقه بلي زينيرجي رينوفلاب لي زينيرجي سولير، يعني الطاقات المتجدده واللي متعلقه ايضا بالطاقه الشمسيه. فوالا دونك ديما كان هذا التاثير الايجابي على البيئه وتأثير على المجتمع، اللي هو حيت المقاولات اللي باغين نعاونوهم دابا في إيغيزان عندهم ان بوتونسييل دو كرياسيون دامبلوا، يعني سي سا فا دي فيليير في لاندستري ديال المغرب، دونك لو بوتونسييل ديال لامبلوا غيكون كبير. شنو كندير انا؟ دونك لو بوست اوفيسيالمون دونك انا مديره ديال البرامج ديال لا ار دي ريشيرش ديفلوبمون اي لينوفاسيون ابتكار، عندي اون ايكيب ديال 3 د الناس، 2 انجينيور و اون ديبلومي دو ان سي جي قنيطرة جوستمون. درتيش فافوريتيزم؟ لا. دونك انا جو غارد ان رول دو ماناجور، يعني كنشوف لو بوزيسيونمون ديال لي بروغرام ديال ايريزان، كيفاش نقدروا نعاونوا المشاريع في هاد لي تيماتيك ديال الطاقه، كيفاش نعاونوهم باش يديروا لا فالوريزاسيون ديال لوغ ديال الابتكار ديالهم. اون فيت انا الدور ديالي هو باش لي ريزان راه ديجا خدموا بزاف في لا ار دي لا ريشيرش ديفلوبمون، ولكن خدموا اكثر مع لي زونيفرسيتي لي سنتر دو ريشيرش لو كوتي بلوس ساينتيفيك. دابا لو بوت باش نقاربوا هذيك لينوفاسيون ساينتيفيك تكنيك نقاربوها للعالم الاقتصادي، دوك نعرفوا هاد البرامج ديال ايغيزان الشركات الكبرى، المستثمرين، العالم الاقتصادي بصفه عامه، باش نلاقيو ما بين حيت اون فات ملي كتشوف بحال دابا في الولايات المتحده ولا في لونيون اوروبيان ولا هاد المناطق لينوفاسيون الابتكار نقدر كبير كي يحتاج تمويل بزاف، دونك لارجون ديال لا ريشيرش، وكيحتاج لا كولابوراسيون ما بين المنظمات دونك ساينتيفيك ولا اكاديميك اي المنظمات ديال الاقتصاد. دونك ايغيزان دابا كيجمع ما بين هاد العالمين هادو. دونك انا لو رول ديالي اترافير لي بروغرام ديال ار دي انوفاسيون باش نلاقي ما بين هذا هو لو نوفو تشالنج هما ديال alors que بحال دابا بدايه اللي بوكو بلوس في العالم الاقتصادي ديجا لي انوفاسيون سون با فورسيمون ما عندهمش ديسكريبتيف يا با ان فولي تري تكنولوجيك ولا تكنيك. دايوغ هذه هي واحده من المشاكل اللي ما كنتش عارفه بحال دابا مع بدايه كيفاش نديروها. الناس اللي كيحتاجوا البودجي ديال لو بروتوتيباج باش تصنع هذاك لو بروتوتيب il faut un certain investissement في الاول اللي تيكون كبير. une fois que عندك لو بروتوتيب راه la commercialisation داكشي ça peut prendre un peu moins de budget. ولكن باش تختار هذاك l'innovation très technologique elle nécessite un استثمار كبير. دونك مع ايريزان بحال كان هذا هو لو نوفو تشالنج، بحال j'ai fait un pas en amont في la chaîne de valeur de l'innovation. قلتي لنا دابا كتحاولوا تخلقوا هذاك الاتصال ما بين العالم الاقتصادي والعالم ديال الابتكار التكنولوجي. واش اليوم اي مثلا مؤسسه واش ربما المقاولين اللي عندهم واحد الابتكار واحد الجانب تكنولوجي كبير في المشروع ديالهم واش يقدروا يجيو يتصلوا بكم، ولا خصهم يدوزوا من وسائط اخرى وانتم غادي تعاملوا معنا؟ يقدروا يتصلوا بنا ديريكتومون. دايوغ عندنا en ce moment même كاين واحد البرنامج اللي سميتو Green Inno Boost اللي كاين لا سوميسيون، يعني الواحد اللي بغى يتسجل كاين لا سوميسيون اون لين، كلشي كيكون سور لو سيت ويب ديال ايريزان، كيعمروا ان فورمولير مع اللي فيه اسئله على المشروع ديالهم، وكاين ان كاي دي شارج اللي كيفسر لي كريتير زعما شنو هما المشاريع اللي نقدروا نمولوهم
ويقدروا يتصلوا بنا بطريقة أو مباشرة on a une adresse mail أو غير مباشرة via داك لو فورمولير اللي عندنا في لو سيت انترنت ديال إيريزن. اوكي والسؤال اللي كنت باغا نسولك من قبل لاننا عارفه انه عندك ايضا واحد الانخراط في العالم الجمعوي وبالضبط واحد الرغبه في انك تعاوني النساء على انهم يتمكنوا تهما من الاهداف ديالهم ويحققوا احلامهم. بغيت نعرف هدف هاد المجالات اللي كنتي فيها. كان هضرنا على البنك الدولي، هضرنا على بدايه وعلى المقاوله الاجتماعيه، ودابا اليوم في العالم ايضا تاع الابتكار تكنولوجي بالضبط. كنعرف شحال ديال العيالات تلاقيتي في هذا المشوار هذا. جو سي با واش كانت صدفه ولا لا، ولكن في ليكيب ديالي في البدايه كنا ماجوريتي ديال البنات، كانوا جوج ولاد وسبعه ولا سته ولا سبعه ديال البنات، وفي دابا ليكيب عاوتاني في إيريزان ماجوريتي ديال البنات. دونك كاينين تبارك الله بزاف ديال لي فام انجينيور اللي كيتخرجوا من المدارس هنايا في المغرب اولا في الخارج. دونك الحمد لله في هاد لا بارتي ديال ليدوكاسيون في التعليم راه النساء كيتميزوا وكينجحوا. لو بروبليم سي في لي بوست دو ديريكسيون، بلو كتطلع في لو نيفو دو ريسبونسابيلتي كتلقى هذاك النسبه ديال النساء بارابور الرجال كتنقص. دونك بحال دابا لي ريسبونسابل دانكوباتور الحاضنات ما كاينينش بزاف ديال النساء جون، بحال زعما كاين بزاف ديال لي انكوباتور اللي هما على تات ديالهم دي زام في لي سنتر دو ريشيرش لي يونيفرسيتي. Les doyens, très les doyens d'université ou là le président d'université, tu connais Rigel. Waha, les équipes, les doctorants ou les doctorants, les ingénieurs, Nissa, ou là le poste de représentation, les postes de décision, qui connaît Rigel, acteur de Nissa. On a dit, à quel moment, ma fille, quand. فين كانت تلفو زعما على كل مومون؟ اسكو سي ليا دي فوا بتاتر على ماتيرنيتي واش فوالا كيتميزو تيقراو مزيان، مي اون فوا كو فوالا غادي يوصلوا لهداك السن باش يكون عندهم الاطفال لا كارير ديالهم كت ال سوبي سا دونك كتاثر بهاد اون فا دير لا بيريود. ولا اسكو حنايا كنديروا راسنا اون طونك فام دي باريير، يعني واش حنايا كان ما كان زعموش باش نمشيو، ولا واش ما عندناش suffisamment de d'inspiration de comme on dit en anglais des role models، يعني des نموذج غادي نتبعو. دونك ما كنفكروش كاع، ما كنشوفوش راسنا في هذوك لي باس. دونك فوالا دوس اسئله كنطرحهم لنفسي وكنحاول moi الحمد لله j'ai eu la chance d'avoir دابا بوست دو ديريكتريس بداية ou دابا بوست دو ديريكتريس إيريزان. Peut-être que les nes les kibreoui les radi ibreou dirou had mechwar ghadi yqoulou bon c'est possible hit voilà ki kon un exemple zama mais kanhaoul ntlaqa ma des jmaiyat dial leadership féminin bhal daba fi dar el beda kayn linin li houa en fait un réseau international li tkhalq awalan fi wilayat mutahida men ba'd oulaou des chapter donc des حل مجموعات في كل بلاد، وفي المغرب كاين واحد تشابتر دونك دار البيضاء، وكنجتمعوا ماشي غير النساء، الرجال والنساء باش نشجعوا اكثر من النساء اللي باش ياخذوا المسؤوليه باش يعرفوا بلي هذه القضيه اللي بوسيبل pour ne pas s'auto-limiter. حيت كاين بزاف aussi هاد لو بارامتر. هضرتي لنا على هاد الشبكه اللي قلنا عالميه ديال لينين اللي تاسست في الاول من شيري ساندبرغ، دونك اللي كانت فيسبوك، واللي من تما خلقات هاد الشبكه الكبيره هادي. انت التحقتي كنتي من المؤسسات ايضا ديال ان ريزو في كازا. نو السيده اللي اسساتو سميتها ليلى بازي داكوغ، هي صديقه وهي المؤسسه ديال هاد الجمعيه. مي في الاول خدمت معاها انا بزاف لي بروميير اكتيفيتي. دابا ما فيك وليت في مدينه الرباط ما بقيتش كنمشي بزاف لي زيفينمون ديالهم، ولكن ما كرهتش ناسس شي برنامج بحالو في مدينه الرباط اولا كاع في القنيطره علاش لا. <لحلة. تصفيق> هما هاد العام داروا فورسيمون دي زيفينمون اون لين
حيت هذا العام كان شويه سبيسيال ولكن كنحاول ديما نبقى اون كونتاكت مع لي ستوديون ولا لي ستوديونت مي كيكتبوا لي دي ميساج سور لينكدين ولا يلا البارح كنت مع دي ستوديون ديال الاخوين ولا ديال ليسكاو اللي كيبغيو نصائح ولا دي كونساي دي اوبورتونيتي ولا دي شوز كوم سا دونك انا زعما جيم بيان بارطاجي سورتو الا كانوا دي جون فام اللي كي زعما كيبغيو يتواصلوا معايا كان ديما كنجاوبهم وكنعطيهم نصائح ولا يقدروا يستافدوا من دي كونساي ولا لو ريزو ديالي ما عنديش مشكل. مي كيفاش نهار الاول باش بغيتي تلتحقي وقلتي هاد المبادره خصها خصني نخرط فيها ولا خصني ندير شي حاجه في هاد الموضوع هذا بالذات؟ واش كنتي قريتي الكتاب؟ واش كان ديما عندك هاد الفكره ولا كان شي موقف في الحياه ديالك اللي خلاك تقولي ما قريتش الكتاب؟ اون فيت السيده اللي اسات لو سيركل في دار البدايه صديقه ديالي كانت هي اون فيت لا ميتر دو ستاج مي كنت درت ان ستاج هنايا في المغرب كانت هي اللي ما في انكادري وبقينا زعما بقات العلاقه مزيانه ما بيناتنا وهي بحال كنشوفها بحال المونتور ولا الكوتش ديالي وليدي منين قالت لي فوالا بغيت نعاون نديرو بحال ان سيركل فيرتو انكور اون فوا انت تلقاي ان مونتور وانت تكوني مونتور ديال شي حد اخر دونك هاد ليدي عجبتني بزاف وكيما قلت لك ان فيت كيجيني هذا وضع خصنا نخدموا عليه كلنا ماشي غير النساء رجال النساء حيت ملي كتشوف لي جون فام ديبلوم في لي زيكول دانجينيير جو بونس كو النسبه ديال النساء ولات كبر من الرجال اللي كيتخرجوا من لي زيكول دانجينيير علاش ما نتصوروش راسنا في هاد لي بوست اي لا فيريتي سي كو الماروك محتاج للناس اللي باغين يخدموا دونك il faut pas se censurer il faut que le potentiel يستافد منه الشركات في المغرب يستافد منه المجتمع دونك سي فريمون بحال ان بوتونس انا كيجيني بحال ضايع سي دير ان بوتونسييل اللي ما كنستعملوش بزاف وذكرتي واحد الكلمه اللي هي مهمه اللي هي المونتور الا قدرتي تشرحي لنا شنو هو هذا لو مونتور شنو الاهميه ديالو في الحياه ديال واحد شنو كيجيب مونتور هو بحال شي واحد اللي غادي يعطيك نصائح ماشي ولا بد من العائله ديالك ولا شي حاجه يقدر يكون شي واحد من لو ريزو يعني شي تلاقيتيه انا لاحظت بحال دابا الوالدين ديالي بعاد بزاف على هذا الدومين اللي انا فيه كيحاولوا يعاونوني ولكن الى شي نهار احتاجيت شي نصيحه في الموند لونتربريز في الموند لو ديفلوبمون الى كان عندي شي حد نقدر نستافد التجربه ديالو في هذا لو دومين هي شي حاجه غادي تنفعني بزاف في المشوار ديالي دونك ليدي سي دو دير بيان سور الا كان عندك شي خوك كبير ولا اختك كبيره ولا شي حد في العائله ديالك يقدر يعاونك راه مزيان ولكن حتى الا ما كانش عندك في لونفيرونمون فاميليير راه كاينه راه حنا عايشين في مجتمع وفي هذا المجتمع راه كاين الناس اللي عندهم تجارب وباغين يعطيو زعما يبارطاجيو مع الناس دونك كتجيني زعما واحد الفرصه اللي خصها كل واحد خصو يستغلها وخص يعرف فوالا الا انت استفدتي من شي واحد حتى شي واحد اخر يستافد منك دونك فريمون جو تروف سي تري بوزيتيف كوم ديناميك اي الحمد لله كما قلت لك انا كل مره كنهضر على شي مشروع ولا شي حاجه كنلقى سبحان الله شي حد عارف شي حد ولا غادي يعطيني نصيحه ولا يعطيني ان سيت ويب غادي نشوف ولا اون ريسورس شي حاجه نقدر نتقرب من هذاك الهدف لو مونتور سي فريمون سا يقدر يعطيك ان كونتاكت يعطيك نصيحه سي با اون بانك سي با ان بارون ولكن سي اون ريسورس اون ماجي سي شي حاجه تقربك شويه اكثر من الهدف ديالك وحتى جو بونس كو الفكره وراء البودكاست حتى هي اننا نحاولوا نخلقوا واحد المحتوى اللي كيعطي بعض الافكار الناس اللي ربما كتقلب سي على ذاتها كتقلب على المشوار ديالها قبل ما نختموا اخر سؤال ترى ومن بعد غادي نخليك ترتاحي حيت قوت الاسئله اللي طرحت عليك خليتك تهضري بزاف دونك بغيت نسولك الا كان عندك شي كتاب شي ربما شي فيلم ولا اي حاجه ولا فكره اللي نهار اللي اكتشفتيها بوتيت غيرات لك شي تصور كان عندك في حياتك ولا فتحات لك عينيك على شي حوايج جداد كاينين بزاف يمكن
انا هاد لا كيسيون ديال ليدنتيتي كتجيني مهمه بزاف. الواحد يعرف شكون هو, كومون سو ديفيني, كاس كي نو ديفيني. كاين دوك جوج كتبه اون فادير, واحد سميتو بورن كرايم ليكسبو تريفور نوا, هو جوستومون ارتيست ان هوموريست اي اكتر من جنوب افريقيا, وكان هو تزاد في واحد لو مومون وكان ممنوع على شي حد بيض وشي واحد اسود يتزوجوا ولا يكون عندهم اطفال. دونك هو داك بورن كرايم اللي اسم المعنى ديالها انا تزاديت وانا براسي جريمه, حيت هو تزاد ما بين لونيون ما بين اون مير نوار دونك سود افريكان اي ان بير دوريجين سويس. وكيعاود في هذا الكتاب كيفاش غادي يلقى راسو, زعما يعرف واش هو اسكي لي بلون اسكي لي نوار اسكي لي اوروبيان واش هو افريقي, كيفاش غادي يكون لا بيرسوناليتي ديالو, وكيفاش لومور الفن والضحك هي هذيك الحاجه اللي خلاته يتلاقى مع الناس كاملين, يعني يقدر اذا ما لومور نا با دو فرونتيير زعما كولتوريل, اي لوي سي سكي لا ايدا ديفينير سا بيرسوناليتي اي ان بو دابا ليميت اي لي تري درول. عنده واحد ليميسيون دو ليت نايت شو جو بونس سور with Trevor Noah en anglais où il parle des news. Et ana had le kitab ajbni bzaf hit hatta hna fi el maghrib ana une diversité par rapport à zama l'héritage lna, ou hna bon on est un pays arabe musulman, il y a des héritages berbères. Ana brasi عندي une arrière-grand-mère j'ai du Sénégal, mais en fait mon grand-père من فاس وكبرت في قنيطره وتزاديت في فرنسا. يعني هاد هاد لي كيسيون كاملين اللي كان سوا اون سلي بوز سوا ما كنفكروش فيهم, مي هما مهمين بزاف باش نعرفوا شكون زعما شكون باغي نكونوا, شكون حنا, كاش كي نو ديفيني. دونك هاد الكتاب عجبني بزاف. و دون لا ميم تيماتيك لي زيدونتيتي مورتريير ديال امين مألوف, حتى هو كيفكر في هاد السؤال ديال ليدونتيتي, حتى هو جو بونس لي فرانكو ليباني. Donc voilà, Faransa ou avec sa culture, son héritage, le Liban, sa culture, son héritage. Voilà, donc ce bado qui est venu bzaf li huma zama hawla la question de l'identité. Shukran bzaf Sara ala sakha dialek ou ala tajriba ou kanetmenna ntlaqaw marra okhra an qareb. كانت هذه الحلقة مع سارة الديوري اللي جعلت من البحث على التأثير الإيجابي على المجتمع هدف في حياتها المهنية والتزاماتها الشخصية. تجربة سارة سمحت لنا نتعرفوا على أهمية مشاركة أهدافنا مع الناس, وعلاش الإعلان عليها جهرا يقدر يسمح لنا أن نتقربوا منها ونخلقوا فرص لراسنا. وبحكم تجربتها أيضا في عالم المقاولات الناشئة قدرنا نتعرفوا مع سارة على الحوايج اللي تقدر تعرقل طريق ديال المقاولين واللي خص يردوا البال منها. هادشي كامل وحوايج خرين كنتمنى أنكم تنتوما استفدتوا منها. الحلقة ديال اليوم راها سالات, فشكرا لكم على الاستماع ديالكم والوفاء ديالكم, ونعطيكم موعد من هنا 15 يوم في حلقة جديدة مع قادة جديدة.